شكرا السيد النائب المحترم. بغيت نشكرك على طرح هذا السؤال الهام المرتبط بالسلامه الطرقيه. بالفعل الوزاره تتسهر على توسيع شبكه الرادارات الثابته، عندها برنامج تثبيت ديال 550 جهاز من الجيل الجديد، اضافه الى الحاضره المتوفره اللي كانت تتبلغ 160 سنه 2006 وما زالت منها 140 مثبته، باش يصبح مجموع رادارات المراقبه 690 جهاز موزعه على التراب الوطني في افق 2024. هاد الرادارات الجديده تتميز بواحد العدد ديال الخصائص التقنيه ووظيفيه متطوره، تتمكن من رصد مخالفه تجاوز السرعه القانونيه طبعا، ولكن ايضا عدم احترام الضوء الاحمر، تجاوز الخط المتصل، السير في الاتجاه الممنوع، وتمكنها ترصد اكثر من مخالفه وما يعادل 24 مركبه في ان واحد، فضلا عن قدرتها على التمييز بين مركبات الوزن الخفيف والثقيل فيما يخص السرعه المسموح بها لكل فئه، مع عدد المخالفات في الاتجاهين للسير. تتوزع هذه الاجهزه كالتالي: 204 ديال الاجهزه بالمجال الحضاري، 276 غادي تكون خارج المجال، بالاضافه الى 70 جهاز لمعاينه مخالفه قانون السير على طرق السياره، وتيتم التثبيت ديالها وفق دراسه قبليه للتوزيع الجغرافي لحوادث السير. اضافه تم تسليم المصالح المكلفه بالمراقبه الطرقيه خلال شهر اكتوبر الماضي 120 رادار محمول من الجيل الجديد، كل هذا سهرا على سلامه المواطنين. شكرا.